يمكنش تجاهل الدين، ما يمكنلكش تنفيه، ما يمكنلكش تبعده، ولكن هذا ما كيعنيش منك غادي تدخله في الحياة التنظيمية. إذا أنا ديما كنقول واحد المصطلح اللي هو دولة مدنية لشعب متدين، لأن الدولة المدنية عمرها ما كانت كتنافى مع 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 التابد ديال الدين. بالعكس، أنا كنظن بأن الدولة المدنية تحمي الدين وكتوضع لكل دي مقام مقام. ما يمكنش نجمعوا بين سلطة دينية وضعية وسلطة وضعية، لأن كنوليو في تنافي مع 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 راسنا، كنوليو في واحد التنافي واضح وفي واحد التناقض اللي هو صارخ. مع الشباب اللي ما عندهمش وسائل ديال التحليل والأدوات ديالو، تستهلكوا الخطاب الديني بطريقة جد سطحية. وفي حقيقة اللي كنت نتمناه هو أنه هذا التدين هذا يخلص من عدد من الظواهر الاجتماعية بحال الرشوة والانتهازية. الموقع ديال الدين اللي غادي يسمح بالتطور ديال الديمقراطية داخل المجتمع المغربي، الموقع ديالو خاصو يكون في المسجد. إذا الدين كما تنقولوا الدين لله والوطن للجميع. إذا الحل هو أن تكون عندنا دولة مدنية، القوانين تكون مدنية، وما يكونش تدخل ديال الديني في السياسي. كنعتقد بأن ما يمكنش يكون الدين هو المصدر ديال القوانين، لأن حنا في المغرب يعني كتعيش ديانات مختلفة. يعني الا جي شي مثلا تصدر قوانين تابعه مثلا يعني كنص عليها الدين ولا، فغادي نصدقوا في يعني في مسائل ثانيه يعني حنا فغينا عليها. الاختلاف اللي كيتواجد على مستوى الدين ما بين الصف الاصولي والصف الحداثي كيتشكل في مدى حدود الدين في تسيير الشان العام. المشكل يطرح عندما يصبح الدين يعني يقوم بإفتاء ربما مسائل اللي تقدر تحول القانون اللي هو موازي للقانون الوضعي اللي موجود في المؤسسة. وعندنا مجموعة من التجارب ولا من الأحداث اللي طرت في المغرب اللي كنشوفوا بأنه فتاوي معينة اللي تطرحات من طرف الشيوخ أو العلماء اللي كتعارض مع القوانين الوضعية اللي التشريعية اللي متشرعة على البرلمان. مسألة شخصية كتهم كل فرد بعينه، وكل واحد عنده الحق يختار الدين اللي بغى ولا العقيده اللي بغى، كيف ما كان زعما البلاد او المجتمع اللي كيعيش فيه، وكيف ما كانت المرجعيه الدينيه ديال هذا المجتمع. دونك مساله شخصيه محضه، ما يمكنش تدخل في المجالات اللي كتهم الجماعه. احنا ما عندناش نقاش، ليس هناك نقاش في المغرب حول الدين، مساله محسومه. المغاربة دولة، المغرب ده بلد مسلم فيه مسلمين يمارسون الشعائر ديالهم وفهمهم الخاص للإسلام. احنا فين كيطرح الإشكال؟ كيطرح في مستوى آخر، في تسييس تاع الدين، في مثلا أن الدين يحتل واحد المساحة كبرى مثلا في التضييق على الحريات، في التضييق أو في تفسير بعض السياسات العمومية اللي كتكون ماشي في صالح البلاد، او يعني هنا في كيتاخذ هنا في فين ممكن يطرح اشكال. اما الدين هو عنصر مهم في المجتمع، يحفظ التماسك الاجتماعي وحاضر بشكل كبير، وهو احد التعبيرات تاع انتماء داخل المجتمع. خاص اجتهاد كيفاش ممكن نوظفوا العنصر الديني في في في, في, في باش المغرب يلعب دوره الحضاري، لان هذه امه كبيره وعندها تاريخ، خاص يكون عنده دور حضاري كبير في المنطقه اللي كينتمي لها، اللي هي منطقه ديال غرب افريقيا حتى الامتداد ديالو في اوروبا، خاص يكون عنده دور. كان واحد المعضله ديال ان في المغرب هذه المساله ديال الوطنيه ما كنلمسوهاش بزاف، ما عرفتش علاش، لان يمكن لان الانسان ساخط على الوضعيه في المغرب وفقد الثقه. الوطنيه ماشي كتطلب منك تقول الوضع راه ميؤوس منه وتسكت، ولا بالعكس، الوطنيه كتطلب منك كما الا كانت الوطنيه في القديم هي محاربه الاستعمار، فدابا الوطنيه هي محاربه الفساد، محاربه الاستبداد. انه يكون الانسان وطني هو تكون عنده غير على البلاد ديالو، وانه يكون مهتم بشنو كيوقع في البلاد، يعني من ناحيه السياسيه الاجتماعيه الاقتصاديه، خاصو يكون مهتم ويكون متبع، ويكون ما يكونش داك لو سيتويان باسيف، يعني مواطن سلبي، يعني خاصو يكون متبع ويكون عنده دور
في انه يحل المشاكل اللي قائمه، كل واحد وكيفاش كيختار الطريقه اللي ممكن انه يساهم فيها واللي كتبان له صحيحه انه ممكن تخول له انه يساعد البلاد ديالو في انها تقدم وانها تحل المشاكل ديالها. المهم هو ان هاد لا فولونتي تكون، هاد الاراده ديال انه الانسان واعي بشنو كاين وباغي يلقى حل تكون. الانسان الوطني يعني هو الانسان المعني، أن يكون معنيا بهذا البلد الذي يعيش فيه. الوطنية هي الانخراط، الوطنية هي الالتزام، الوطنية هي المسؤولية. يعني كل ما كنت معنيا أكثر بقضايا وطني كل ما كنت وطنيا، وهذه الوطنية منذ أن بدأت في المغرب. نقدروا نتكلموا على أن البروز تاع الوطنية هو حين شعر الجميع وعلى الجميع بانتمائه لهذا الوطن وانه يجب ان يبني وطنه وسط الامم وهذا وهذا، ولكن اليوم اعتقد بانه الوطنيه هي هذه، ان الانسان يكون معني بهذا الوطن ويكون مسؤول ويكون عنده قضيه ديال بناء هذا الوطن وتحصيل المكتسبات ديالو وبنائه والدفاع له، ويكون مستعد للدفاع عليه وخدمه هذا البلد. ان تكون وطني هي ان تكون، هي ان يكون الوطن بالنسبه لك فوق اي اعتبار، وكنشدد على فوق اي اعتبار. يعني الوطنيه الان في المغرب كنظن لم تتغير على شحال هادي، باقي نفس الممارسات، باقي ندافع على الوطن، باقي اي مغربي مني كتجبد ليه الموضوع ديال الصحراء، مني كتجبد ليه مني كتمس ليه توابيت ديالو الوحده الترابيه ديالو كينتفض، ما كيبغيش. علاش؟ لان الوطنيه واحد الحاجه فينا فطره. يمكن تكون طبيب كتحمي الحياه للمواطن، يمكن لك تكون معلم، يمكن لك تكون استاذ كتربي الاجيال وتكون انت اكثر وطنيه من داك اللي على الحدود وكيحمي الحدود الوطن. علاش؟ لان قبل من اي حاجه خصنا نحميو وجود المواطنين يعني ملي كتحمي مثلا البيئه، ملي كتحارب السيده، ملي كتحارب السرطان، هادشي راه هو الوطنيه اللي حنا مفتقدينها في المغرب. خص الوطنيه في المقوله تقول انه الفرد خصو هو الاول يفكر فشنو يقدر هو يقدم للوطن ديالو قبل ما يفكر فشنو خص الوطن يقدم ليه. ولي درنا انزال لهاد المقوله هادي على ارض الواقع، غادي يكون السلوك ديال الفرد وطني مواطن، وما بين الامثله ديال السلوكات اللي تنعتبرها انا شخصيا وطنيه مواطنه هي انه الواحد يرفض الاستفاده من الريع، ولا ما يسكتش امام خرق القانون خصوصا في التسيير ديال الادارات ولا الشركات. الى استنبطنا هذه الفكره ديال ان الوطنيه كانت في فتره تاريخيه معينه هي يعني النضال من اجل طرد المستعمر من البلاد، فالفكره ربما تقنيه نظره فانها فقط ضد المستعمر، ولكن جوهر هذه الفكره فهو جوهر يعني تحرر المجتمع من واحد السلطه اللي تغيب عن سلطه الشعب، يعني سلطه الشعب ما فيهاش. واذا يعني تكلم يعني الهدف دائما من الوطنيه هو انه تحرر الوطن، الدفع به الى مستوى اكثر من الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه والرفاه كذلك. كنش نهضر على الوطنيه من خلال تصور واحد، خاص يكون عندنا بزاف التصورات، خاص يكون عندنا اختلاف داخل المجتمع. الوطنيه كما مطروحه الان كتضرب في الاختلاف، كيقول لك انت مغربي خاص تقول خاص كل شيء يقول بان الاسلام كما طرحها الدوله، خاص كل شيء يطرح يهضر على قضيه الصحراء كما طرحها الدوله، خاص كل شيء يهضر على الملكيه كما طرحها الدوله من دون اي نقد، من دون اي نقد ولا اي قبول الاختلاف في هذه المساله. اذا باش نتجاوزوا هذا المفهوم المشوه للوطنيه خاصنا نقارنوه بالمواطنه، أن المواطن المغربي تكون عنده حقوق الكاملة في الحرية، في حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي وحرية النقد والنقد البناء. عاد غادي إلا ما اعترفناش بهذاك المواطن المغربي بهاد الحقوق ديالو كاملة ما يمكنش نهضروا على وطنية بمفهومها الكامل ومفهومها الكوني. الملكيه الان جزء من اللي تنسميوه حنايا المخزن، هو فاعل اساسي في المخزن. في المخزن كمنظومه سياسيه عندها امتداد تاريخي منذ قرون، واللي كتحاول انها من شحال هذه انها تقيد الشعب المغربي، انها
تحبس تكبح هذاك الطموح اللي عند الشعب المغربي الى مجتمع ديمقراطي، مجتمع العداله الاجتماعيه، مجتمع الكرامه والمساواه. وكنظن بان فاعل اساسي من الفاعلين هو المؤسسه الملكيه. ما كنظنش بان الاستمرار ديال المؤسسه الملكيه في نهج هذه السياسه هذه من خلال المنظومه اللي كتنتمي ليها اللي هي المخزن، ما كنظنش بان هذا الاستمرار الان في 2011 في هذا الربيع العربي غادي يسمح لها لا هي بالاستمرار ولا المجتمع المغربي بالتطور. بما اننا كنتكلموا على الديمقراطية وعندنا معطى اللي هو المعطى الملكيه في المغرب، فاعتقد ان الملكيه البرلمانيه فهو النموذج اللي توصلت له الانسانيه من اجل تحقيق هذه الديمقراطيه مع معطى اللي هو الملكيه داخل البلاد. يعني هذا كيؤدي لنا القول بانه يعني من اجل ديمقراطيه البلاد يعني يجب على الملكيه ان تتجه في هذا الاتجاه عن طريق اعاده التركيبه المؤسساتيه في المغرب عن طريق دستور كما هو تقوم كما يعني كما تدافع عليه حركه 20 فبراير من اجل تقرير او اعاده كتابه الدستور يكون ديمقراطي وينص على ملكيه برلمانيه. انا كنظن بان المؤسسه الملكيه كتستحوذ على كاع السلطات في المغرب يعني بيدها قرارات كثيره، وكنظن هذا يعني كيتنافى شي شويه مع الدوله الديمقراطيه اللي كنطمحوا لها. وواحد النقطه اخرى يعني حبذا لو يكون مثلا هذه المؤسسه الملكيه مؤسسه هي كتزاول مثلا الصوره ديالها، ولكن ما يكونش بعيد عليها المحاسبه. ملي كنقولوا السلطه كنقولوا المحاسبه، والمؤسسه الملكيه في شخص الملك صعيب انها تحاسب لانه الملك هو رمز البلاد، عنده واحد الهيبه، عنده واحد هذا، دونك صعيب اننا نحطوه محط المساءله والمحاسبه نقولوا له علاش درتي هكا ولا علاش درتي هكا، هذا صعيب. دونك في نظري انه المؤسسه الملكيه والدور ديالها خصو ينحصر في الاستشاره، في دور الحكامه والاستشاره، يعني ان يكون عنده دور استشاري من، والسلطه خصها تكون للشعب عن طريق الممثلين ديالها في البرلمان وفي الحكومه في انتخابات نزيهه. اذا الملكيه هي واحد المؤسسه عندها تاريخ، عندها متجدره في عقول وفي الاذهان وفي الذهنيات الشعب المغربي. هو طبعا كانت بيعه، كنرجعوا للتاريخ، كانت بيعه، كان عليه اجماع شعبي ربما، ولكن الان لم يعد في ظل ما نعيشه الان من حراك ومن وعي اللي عند مجتمع اللي ولا في المجتمع المغربي ان يسود الملك ويحكم ويحكم الان بسلطتين، الان بسلطه دينيه وسلطه وضعيه. وبالتالي في الملكيه البرلمانيه هي الحاله الوحيده التي لا تتنافى فيها الملكيه مع الديمقراطيه. غادي خصو يتجه نحو ملكيه برلمانيه، هادشي كيتجلى في رئيس حكومه قوي وكيتمتع بصلاحيات واسعه، ولكن هذا التحول يمكن ان يكون الا تدريجي، لاننا في حاجه الى نخبه سياسيه قادره على تحمل المسؤوليه كامله وقادره كذلك انها ترفض اي تدخل خارجي في القرارات ديالها الا في اطار القانون. ولكن من جانب اخر كنعتبر ان الملكيه والمؤسسه الملكيه في حاله الى تحديث في جانب ديال التواصل وجانب ديال البروتوكول، وهذا الشيء غينعكس ايجابيا على الصوره ديال المؤسسه الملكيه في الداخل وفي الخارج ديال الوطن. المجتمع الذي انتج هذه الملكيه، الملكية لم تفرض على المغاربة، حتى نتذكر إلى وقت قريب حينما نفي الملك محمد الخامس المغاربة الذين هم أرجعوا الملك. بمعنى أن الملكية نقدر نضيفها كذلك في أحد المكونات المشتركة ديال الهوية ديال المغاربة. وبالتالي إحنا كيفاش ممكن نشوفوا الملكية؟ واش نشوفوها عنصر ديال التقدم وعنصر ديال الدفع الامام بالمجتمع وبالبلاد ديالنا الامام، ولا تكون عنصر ديال التكبيل؟ وهذا صراع كاين حقيقي داخل المجتمع. وقدر نبسطو انا باش نقول بسيط، لقد كان القلاوي ملكيا حينما كانت مصالحه مضمونه، واصبح خائنا حينما انتزعت. هناك قوى داخل المجتمع تتصارع تصبح تظهر في بعض الاحيان بانها ملكيه اكثر من الملك، وهي لا علاقه لها بالملك. نقدر نتكلم على الملكيه بحال الدين، كلما كانت الملكيه حاضره بقوه في المؤسسات وكلما كان الدين حاضرا بقوه في المؤسسات كلما كانت تكون الاعاقه وما كنقدروش نتطوروا. كلما تم تخفيف من الحده تاع الحضور تاع الملكيه داخل المؤسسات وكلما كان فصل تاع السلطات وكان التقسيم تاع المسؤوليات وكان الوضوح في المسؤوليات كلما المجتمع كيتطور.